اهلا وسهلا فيكم بفلسطين الصغرى بمدينه شيكاغو. لاجلك يا مدينه الصلاه. اهلا وسهلا بكم بالبوادي حبيبي. الله يخليك يا رب. اهلا وسهلا، شرفنا. ست الدوار طلع من ورا الاكل الطيب واللقمه الطيبه، من طعم الناس، من نفس طيبه، من طعميهم، من ايدين الوالده رحمه الله عليها، هي اللي علمتنا النكهه الطيبه والنفس الطيبه. كمية العرب اللي موجودة هنا خلت الناس تتآلف مع بعض أكثر، في عندنا من محلات من جميع الأنواع، عندنا حمص وفول ومسبعة وفتة. في عندنا برنامج أكاديمي للعلوم الشرعية، تعليم الدروس الفقه الحديث السيرة. تفاعل الناس معنا يعني من فضل الله عز وجل. بكل برنامج عندنا الويتنج ليست يعني بالعشرات. اليوم بهيدا الفيديو رح نعرفكم على منطقة فلسطين الصغرى بشيكاغو، على أهلها، على ناسها، على جمعياتها ومؤسساتها وجوامعها. ومين أحلى من أنه يعرفنا على هيدي المنطقة غير صديقنا وحبيبنا وخينا الإعلامي والأستاذ محمد خميس. يا أهلا وسهلا، مش الحال؟ نورت طبعا فلسطين الصغرى بحسين هاشم اللي جاينا من ميشيغان. صراحة من الفرص الكتير الممتازة أنه يجي على شيكاغو يصور مناطق العرب، المناطق الأكثرية العربية الموجودين فيها هون تسمى ليتل بالستاين. استاذ محمد، اليوم بدنا نعمل لهم فيديو مميز ونعرفهم على المنطقه بطريقه هيك مختلفه وحلوه كتير. جاهز معنا؟ جاهزين. يلا خلينا نبلش. عرفنا عن حالك. حمدان جمال من فلسطين. تمام، نحن وين موجودين هلا حاليا؟ انت في النت هاوس. نت هاوس، يس، بيت المكسرات يعني. صحيح. شو هي قهوه شو عربيه هاي دغري يعني؟ اول كنا عم نصور برا وطلع عنده لبرا، تفضلوا اشربوا قهوه، يعني هيك بتشوفوا الكرم العربي والعادات العربيه، والقهوه هي من العادات العربيه. والله 100 اهلا. شو بتبيعوا هون؟ قد ايش صاركم موجودين اذا فيك تحكي لنا؟ ما شاء الله فوق 12 سنه. صاركم 12 سنه هون في نفس الموقع، في باترسون نيو جيرسي كمان موقع. حلو. وبنعمل شحن اونلاين لكل الولايات حتى كندا. تمام. كمان، وكل الاشياء العربي، مكسرات، كافي، شوكليت، الحلكوم التركي من تركيا بنجيبه فرش كمان، everything. زعتر. انت قديش لك عايش هون بهي المنطقة؟ انا بهاي المنطقة لي سنتين وشوي. سنتين، وين كنت قبل ما تجي لهون؟ فلسطين. كنت بفلسطين؟ وشغلي من 9 سنين. كيف اهلنا بفلسطين؟ كيف تركتنا؟ والله بيديكم السلام، الحمد لله، ما شاء الله عليهم. رحت من فلسطين وجيت لفلسطين الصغرى. يا والله. كيف لقيت شو الفرق بين الاثنين؟ والله انا بالنسبه لي فيش اختلاف نهائيا. والله. الا البعد عن الاهل يعني. والله. جاست حاسس حالك كانك بفلسطين. كل شيء بدك اياه موجود. شو بيخليك تحس هون كانك بفلسطين؟ الجاليه. والله الجاليه والناس، المسجد، المناسبات، الاعياد، ايفريثين، كل شيء كانك في البلاد. كثير حلو. الاكل، كل شيء. تشرفنا فيك. والله 100 وردة. احنا اكثر نسعد الصباح الحلو حبيبي. الله يسعد صباحك. احنا في احد اقدم المطاعم الشعبية اللي هو في ولاية إلينوي شيكاغو، اللي كان تقريبا له فرع قديم على 63rd في مناطق العرب القديمة، والان انتقل اللي هي على بريدج فيو اللي هي مناطق العرب الحالية، ومن اكثر المناطق ازدحاما وتجمعا للعرب الموجودين في هاي الولاية. تسمى ليتل بالستاين. تسمى ليتل بالستاين. وسميت ليتل بالستاين ليش يا ابو عمر؟ كثر يعني من السكان معظمهم من فلسطين تقريبا. نعم صحيح. يعني. طيب ابو عمر، احنا اليوم في ضيافتك، فتشرح لنا عن هذا المطعم وتاريخ هذا المطعم وشو بتقدمه في هذا المطعم. والله هذا المطعم الثاني اللي فتحناه، هو نفس الاسم، مطعم النيل. اول واحد بلشنا فيه في 87 على 63rd وكيدزي، كانت المنطقه كلياتها عرب هناك، فبتعرف المناطق بتتغير في امريكا، فالعرب يرحلوا لهذه المنطقه لانه ما جاء مسجد هارلم موجود هنا،
فانتقلنا معهم هنا في 99، فصرنا هنا 24 سنة وقعدنا هناك حوالي 12 سنة. فبنقدم الفطور زي ما تقول الفطور البيتي تقريبا، اللي فطور البيتي الفلسطيني. الفلسطيني نعم. نعم. عندنا حمص وفول ومسبعة وفتة، جبنة مقلية، لبن احنا بنسويها، بيض وبطاطا، قلاية بندورة، بس ناقص زيت وزعتر. طبعا ابو عمر شيشويك ما شاء الله محضرين فطور مرتب وعملته في ايدك. طب شو سر التميز عندك؟ يعني احنا شايفين الشغل، يعني عم تشتغل في ايدك، نشتغل في ايدك معظم الوقت، لانه اذا ما اشتغلت في ايدك يعني زي ما بقولوا اذا اللي ما بحضر عني ثم تولدته. اكيد. فلذلك احنا بنحاول قصارى جهدنا دائما تطلع نفس الطعميه. يعني الحمص احنا من والفلافل من اشهر المحلات اللي بنقدمه في شيكاغو. 36 سنة في عالم المطاعم. اي نعم. طيب خلينا نجرب الاكلات، شو رايك؟ يلا. في الاول كنت ادرس طيار انا، بس ما شاء الله انتهينا في المطاعم. أستاذ محمد، احكي لنا عن فلسطين الصغرى، يعني امتى سموها؟ وين الحدود تبعها؟ اعطينا فكره عامه عن هذه المنطقه. طبعا سميت هذه المنطقه بفلسطين الصغرى لتواجد العرب فيها. تقريبا في إلينوي موجود اكثر من 400,000 عربي، وخاصه الجاليه الفلسطينيه، الفلسطينيين كثير هون موجودين، وخاصه في منطقه الناين، هناك في تجمع سكني لو تبحث على جوجل تكتب ليتل بالستاين راح يطلع لك منطقه فلسطين الصغرى اللي هي بتواجد فيها اكثر الناس عرب. يعني هناك تجمع عربي كبير ضخم، كل ما تروح هناك راح تلاقي كأنك في البلاد، أطفال بيلعبوا في الشارع، نساء موجودات في الباركات، كلهم عرب، ما في حدا بيحكي إنجليزي هناك أبدا. قلت لي كده عم بتحدث قبل شوي نحن عم نيك، قلت لي وحتى عمر اللي بنتعرف عليه بعد شوي إنه قال لي إنه ممكن تعيش هون سنوات. صحيح. ما تحكيش ولا كلمة إنجليزي. صحيح. قد إيش صحيح هذا الموضوع؟ والله هذا صحيح 100%، وهذا يعني صار معي أنا من 5 سنين هون أو 6 سنين، ما بتحكي إنجليزي أبدا، ما بتضطر تحكي مع حدا إنجليزي، كله عربي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك حج؟ كيفك حجة؟ وكمل مشوارك في إلينوي شيكاغو. طبعا هاي المناطق يعني هي سميت ليتل بالستاين لأنه الجالية الفلسطينية هون أسسوا كثير مشاريع كبيرة، زي ما تشايفين كل المحلات أسماها أسماء عربية، تواجد عربي ضخم، وكان لهم قوة في التجارة وفي موضوع البزنس اللي حوالين المنطقة، بالإضافة للناس المميزين الرياديين، الدكاترة، الصيادلة، المهندسين، موجودين في كل المجالات. والآن كمان لأول مرة في تاريخ اللي هي بلدية بريدجفيو اللي احنا فيها حاليا بنضم لهم اللي هو شخص عربي، يعني بلش كمان العرب يفوتوا في المجال السياسي في شيكاغو، وهذا اشي ممتاز للعرب ولقوة العرب الموجودين هون. قبل ما نكمل تقريرنا عن فلسطين الصغرى بدنا نتشكر الداعمين لهيدي الرحلة، كل من أحمد خدير المدينة سيرفيسز، دارنا ريستورانت باترسون نيو جيرسي، تاب مورجج كومباني أليكس دهيني، وأيضا أليس سي فود ديربون وستيرلينغ هايس. خلونا هلا نرجع لتقريرنا. عرفنا عن حالك. يلا. عمر وائل طبعا من شيكاغو. من شيكاغو. مش مواليد شيكاغو بس من شيكاغو. ايه. انت سواح اسم الله. كل مكان بتلاقي عمر وائل مواليد. عمر يعني شو البزنسز اللي انت بتعملها؟ وانا مسوي محلات عطور، بنفتح محلات عطور في عده ولايات، ناوي ان شاء الله عده ولايات نكون، ناخذ المناطق الحساسه المميزه في الولايات اللي بيكون فيها تجمع العربي الاكثر ونفتح فيه محلات. تمام. نفتح محلات الا تحت اسم تحت تيجان، تحت البراند تيجان، في ناس بيفتحوا محلات تحت اسمائهم الشخصيه. كثير منيح. انت كان عندك محل، نحن هلا موجودين هون بفلسطين الصغرى، انت كان صار لك فتره موجود بشيكاغو. نعم 5 سنوات. قد ايش صار لك بشيكاغو؟ 5 سنوات. وين كنتوا موجودين تقريبا؟ موجودين في ليتل بالستاين من هون تقريبا 5 دقائق من هون. اوكي. ولكن هاي المنطقه اقوى بكثير. أوكي. هاي مركز العرب ومنطقه العرب، يعني بتلاقي فرق شارع هنا، شارع المحل هون 5,000-7,000 دولار، المحل اللي قبله 2,000 دولار. شارع بس شارع واحد فقط. يعني هذه غريبة، شو السبب يعني؟ في شارع بس اللي هو كثافة العرب والمحلات القوية هون، الياسيني مثلا هون، مخبز الوطن هون، محلات القوية، نت هاوس هون، فهاي بتزود من قيمة المكان. اوكي. سو بده ياخذ بهيدي البلازا بده يدفع تقريبا ثلاث أضعاف الشارع البلازا اللي مقابلها. بالضبط ثلاث أضعاف فعليا حقيقة. والله. يعني عندي محل في ليتل بالستاين أجاره 2300 دولار هون أجار 5000 دولار. واو. بدون أي شيء آخر طبعا، 5000 غير المصاريف غير كذا إلى آخره، بس 7000 دولار بالشهر. هلا أنت عم تفتح هون بهيدي البلازا اللي موجود فيها هيدي المحل. قررنا صرنا تقريبا سنتين نشوف مكان مميز جدا نفتح في هذا البلازا. أيه. صح ان اكثر من محل في مكان، ولكن هذه البلازا بيزي جدا جدا. اوكي. واضطرينا ناخذ هذا المحل، يعني استنينا فيه لما يطلعوا اصحابه منه وكذا، وفتحنا محل في نص الجاليه، مركز الجاليه، لانه ما حدا بيعرف في كل الولايات خارج الولايات، لما يجي من برا بيجي هون بوادي مخبز الوطن النيل، عاملين زي مثلث منطقه اساسيه، فلازم يجي هون ويلاقينا موجودين عنده.
أخوكم كفاح مصطفى المرعبي، الأصل من لبنان، ممثل دار الفتوى اللبنانية في أمريكا، وإمام والمدير لمسجد مركز الصلاة البرير سنتر في أورلاند بارك. إلي في هالمسجد هون من سنة 2015. المسجد هون نحن أكشلي هلأ عم نحتفل ب 20 years of service، 20 سنة بالتأسيس. المسجد بدأت فكرته مع دكتور من حلب، دكتور منذر كراد، ومعه رجل أعمال فلسطيني الأستاذ مالك علي، وأرادوا أنه يبنوا مسجد. هو كانت قطعة أرض خاصة إله، بده يبني فيها بيت وأولاده وكذا. المميز فيه أنه نعمل ريبليكا أو نسخة طبق الأصل عن مسجد قبة الصخرة بالمسجد الأقصى بفلسطين. وسبحان الله تعتبر شيكاغو هي الأكبر جالية فلسطينية في أمريكا تقريبا، وهو وقع الآن according to the census، مركز الإحصاء تبع إلينوي، أورلاند بارك هي رقم واحد في العرب كسبرب يعني موجود. فاكتسب قيمته أنه هو صار مثل لاند مارك، يعني أنت أول ما تسوق من جهة الـ 167 وبتشوف القبة وكذا. ونبنى حد منه طبعا مركز تحفيظ القرآن الكريم، القرآن أكاديمي، انشرت الأرض أيضا حدنا، توسع الباركينج لوت، صار عندنا بحدود 550 باركينج سبات. يعني صلاة الجمعة عندنا صلاتين، بيحضر كل صلاة ما بين 1200 ل 1500 شخص. صلاة العيد بيصلي عندنا بال10000 شخص تقريبا في صلاة العيد. هلأ المسجد من فضل الله عز وجل، يعني المصطلح سمي مسجد لقيمة السجود اللي هو قيمة واسجد واقترب من سورة العلق، بس فينا نسميه إسلاميك سنتر أو مركز إسلامي، لأنه خدماته تتعدى مصطلح العبادة فقط أنه أنت تصلي وتروح. عنده ديبارتمنتس، ديبارتمنت إلى على أكبر ديبارتمنت عندنا ديبارتمنت الناشئة، يوث ديبارتمنت، ميزانيتها أكثر من ربع مليون دولار كل سنة. في عندهم أكثر من 18 برنامج. عندنا كفالات للنوادي تبعت الطلبة في الهاي سكولز، 16 هاي سكول حوالينا، في كل هاي سكول في نادي للطلبة مدعوم من المسجد بمبلغ سنوي، بيعملوا في أنشطة رياضية ترفيهية، وبنمشي بالفئة العمرية elementary middle school وهاي سكول. تفاعل الناس معنا يعني من فضل الله عز وجل، بكل برنامج عندنا الويتنج ليست يعني بالعشرات. سهلا حلويات الباشا، انا يسار سماره خادمكم، صاحب المحل، الاخت رويده مديره المحل. يا اهلا وسهلا، خبرونا عن المحل، قد ايش لكم فاتحين تقريبا؟ المحل له 26 سنه في المركز سنة. في المركز هذا نفس المحل هون في مركز فلسطين الجنوبي في شيكاغو. يا عين يا عين، المحل شو بيقدم بشكل عام؟ احنا حلويات شرقيه، تخصصنا حلويات شرقيه، كنافه نابلسيه بحت، حلو، بقلاوة شامية بحت، يعني بنعملها على طريقة تقليدية. طب شو بيميزكم عن غيركم من المحلات؟ إيه، عملية تقليدية تماما، يعني احنا بنقلد الطريقة النابلسية. احنا من اهل تركرم. نعم. وطبعا تركرم في السابق كانت قضاء لنابلس، وبنعرف كيف طعم الكناف النابلسي، بنعملها على طريقة نابلسية. طبعا حتى مع الصبا، يعني لحد الان الاخوان في نابلس بيعملوها على الصبا، واحنا بنعملها مع الصبا، مع انه في ناس بنتقده، ولكن احنا نعملها مع الصبا. هذا الاصول، اصول الصبا، اصول النابلسيه مع الصبا. نعم. وطعم الجبنه، طعم العجينه، لازم يعني كمان شوي بتذكر انك تاكلها عند الاقصى وعند اباظه في نابلس. احكي لنا عن الديكور تبع المحل، يعني هالديكور الديكور الحلو. الديكور احنا عندنا كل زاويه في المحل بتمثل تراث عن فلسطين. نعم. يعني في عندنا هون الاقصى. نعم. وفي عندنا هون شجره الزيتون. مزبوط. وفي عندنا يعني كمان هون خريطه فلسطين. نعم. كل زاويه بتحدث عن شيء. نعم. يعني كانك فعلا مثل ما تفضل الاستاذ يسار، كانك فلسطين عم تاكلها. شكرا لكم على استقبالكم. اهلا بكم، ما شاء الله على هالمحل الحلو. شرفتونا عند الباشا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم بالبوادي حبيبي، الله يخليك يا رب. اهلا وسهلا، شرفنا.
تحيتنا لك. يعني شكرا لاستضافكم لنا بالبوادي. عرفنا عن حالك. عمل معروف اخوك ابو فارس صاحب مطعم الوادي. نعم. من القدس عين كارم مواليد الاردن. يا هلا. 37 سنه في امريكا. الله يخليك يا رب. يعني البوادي صار علم من اعلام شيكاغو. يعني مش معقول تجي على شيكاغو بدون ما تزور البوادي. احكي لنا عن البوادي، امتى افتتحته وكيف كسبته هالشهره يعني اللي وصل صداها لكل ارجاء الولايات في امريكا. ما شاء الله لله الحمد والمنه دائما وابدا. نعم. صيت البوادي طلع من وراء الاكل الطيب واللقمة الطيبة، من طعم الناس، من نفس طيبة، من طعميهم، من ايدين الوالدة رحمة الله عليها، هي اللي علمتنا النكهة الطيبة والنفس الطيبة. نعم. فهي نقطة. النقطة الثانية انه الاكل تبعي كله جاي، انا صاحب مسلخ. فمن المسلخ تبعي من بربي خرفاني وعجولي اجلكم الله ولملحمتي لمطبخي من المزرعة للطاولة تبعي. كثير حلو. فما حدا بيغشني زي ما بقولها من دهنه قليله. دهنه قليله. شو الأشياء المميزة بالبوادي؟ يعني شو الشغلات العالم بتحسوا أكثر شيء بتطلبها هون؟ أكثر شيء البسمة الطيبة أول شيء. حلو. أيوه. حلو. والله المشاوي. والله. احنا مشهورين بالمشاوي الحمد لله رب العالمين. نعم. نعم. شفت الديكور يعني يعكس يعني إذا بدي أقول البادية العربية. بالضبط. وشفنا أول ما تفوت بلاقيك يعني شخص لابس هذا الزي. الطراز العربي. مظبوط. أنا بحب الأصالة. إيه. بحب أصلي ومن وين أنا جيت. نعم. فلما فتحت المطعم أخذت طابع عربي يشمل بلاد الشام. أكيد. اللي هي الصحراء كلها في بلاد والبادية الشام. وهيك. البادية والخيام واللباس البدوي والحطة والعقال. يعني أنا حفلاتي في لما بسويها بالمزرعة تبعي دائما بلبس اللباس العربي. يا أبو عقال وكفية والسمرة العربية. أيوة أحسن. مزبوط. أيوة مزبوط. حبيبي. كيف بتلاقي التفاعل تبع يعني الأمريكان من أصل غير عربي مع يعني هيدا التزي العربي والديكور العربي والأكل العربي؟ الأمريكان بموتوا على هذا التراث. نعم. إشي طيب جدا ومبسوطين. يعني فتحت مطاعم غير هذا الموقع. نعم. سويته مودرن شوية. حلو. لكن الكل بضل يجي على هذا التراث. دائما. هل عندكم خطه تتوسعوا بالولايات بامريكا؟ اوريدي الحمد لله 7 مطاعم راح تفتح خلال شهرين. كثير حلو. نعم. فينا نقول وين باي ولايات ولا بعد؟ والله حاليا في شيكاغو. نعم. تامبا. نعم. ان شاء الله في وسط الرجال العربيه جنب مسجد القسام. كثير حلو. فيرجينيا ان شاء الله وير كومينج. دالاس. نعم. اند كاليفورنيا باذن الله. انا هاي. كثير حلو. الف مبروك ان شاء الله بالتوفيق يا رب. وشكرا مره ثانيه على استضافتكم لنا. وان شاء الله دائما يعني نحو الازدهار والافضل باذن الله. شكرا تعالى. لك الله يكرمك. مشكور اخي. أنا طبعاً دكتور صقر أبو نصير رئيس النادي الفلسطيني الأمريكي. مازن دولا المشرف العام للنادي الفلسطيني الأمريكي. عرفونا عن النادي الفلسطيني، أمتى تم تأسيسه وشو هن البرامج اللي بتقوموا فيها؟ تقريباً إحنا إنا 3-4 سنين وفي أكثر، بس إحنا انشهرنا من 3 سنين وخاصة في فترة كورونا. النادي الفلسطيني موجود لكل الجالية العربية وحتى الغير عربية وأي واحد بده مساعدات. إحنا في أثناء كورونا جائحة كورونا كنا نوزع أكل للناس، كنا نساعدهم برضو، كنا نعمل الأقنعة نعطيه للناس حتى يعني نحصر المرض. نعم. والنادي الفلسطيني في عندنا برضو فولكرو فلسطيني، عندنا كمان لجنة رياضية وعندنا برضو لجنة تعليمية، وبنحاول نربط إحنا حالنا في فلسطين لأنه في كمان نادي فلسطيني في فلسطين، ونحاول نعمل مع كل البرامج مع بعض. كيف منقيين يعني الجالية وتفاعل الجالية وأبناء الجالية مع النادي الفلسطيني؟ يعني ما شاء الله احنا النادي الفلسطيني يعني بلم جميع الجالية العربية بدون استثناء، الإسلامية مسيحية جميع بدون استثناء. عندنا أعضاء في الأردن، عندنا أعضاء من ليبيا، عندنا من لبنان، كل لا. يعني من سوريا، مستقبل جميع النادي. يعني احنا مهتمين أزودش في الرياضة، في الكشافة، في أول كشافة سويناها أول كشافة عربية في شيكاغو. تمام. مهتمين في الجيل الصغير، يعني في الجيل لأولاد صغار سوينا لهم الكشافة، سوينا لهم الرياضة، في دبشة سوينا لهم أول فرقة دبشة فيه للبنات وفي فرقة دبشة للشباب، وعندنا الحمد لله دائما عندنا نشاطات يعني في النادي الفلسطيني الأمريكي. هيدا
كان تقريرنا عن فلسطين الصغرى بمدينة شيكاغو. الأستاذ محمد عملنا جولة فرجانا فلسطين بعيدا عن فلسطين. شكرا لك. طبعا العفو لك، وشكرا لزيارتك اللي سلطت الضوء على عرب إلينوي، تحديدا شيكاغو، فلسطين الصغرى. كثير رحنا أماكن، كثير غطينا مواضيع بتهم العرب الموجودين في أمريكا، أساس ياخدوا نظرة كثير ممتازة عن هاي الولاية بعيون شو الأخبار حسين هاشم. شكرا لك نشكر زيارتهم. أكيد بنتمنى منكم أن تتابعوا الأستاذ محمد، روابط القناة تبع الأستاذ محمد رح تكون موجودة بمربع الوصف. هيدي كانت زيارتنا لفلسطين الصغرى، نتمنى منكم أن تعملوا مشاركة لهذا الفيديو وتتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.